خمسة أمور لا تطلبينها من الزوج إطلاقا، لأنه لن يلبيها لك، وإذا لبها لك فأنت الخسرانة. سجليها عندك. أول، لا تطلبين منه أن يقاطع أهله ويكرههم ويبتعد عنهم، لأنهم أهله قبل ما تصيرين أنت زوجته، والظفر ما يطلع من اللحم، خصوصا أمه. أحسن العلاقة معها ومع إخوانه وخواته حتى يحسن هو العلاقة معك. الأمر الثاني، لا تطلبين منه يترك أصحابه وأصدقائه، ما يقدر، لأننا كلنا نحتاج إلى أصحاب وأصدقاء نجلس وياهم نتحدث وياهم. طلب منه الموازنة في الوقت. نعم، قبل كم يوم اتصلت فيني زوجة قالت زوجي بيطلقني. قلت لها ليش بيطلقك؟ قالت منعته عن أصحابه وأصدقائه. ففي ساعة غضب قلت له يا أصحابك وأصدقائك. قال أصحابي وأصدقائي، وقرر أنه بيطلقني. هي الذي حطت نفسها في هذا المأزق. الأمر الثالث، لا تطلبين منه أنه يسمع لك في كل الأوقات، لأن الزوج للمعلومية له اهتماماته، له مشاكل خارج البيت، في الوظيفة، في العمل، مع الناس، فأحيانا ما يصير عنده مزاج يسمعك. الأمر الرابع، لا تطلبين منه أن يترك هواية هو يحبها أو ميول أو اهتمامات. أنا وياك بعض الأزواج عنده هوايات أو ميول إلى أمور شوية صعبة، لكن شو تسوين؟ لازم تتقبلينها، لازم تتعايشين وياها. قرأت في إحدى الصحف أن زوجة طلبت الطلاق من زوجها وفعلا طلقها بسبب هواية كان يحبها. الأمر الخامس، لا تطلبين منه فلوس أو إنه يشتري شيء في الوقت الذي ما عنده، لأن جيب الرجل يخلى ويمتلي. لازم تراعين ظروفه. زوجة تقول لزوجها اشتري لي فستان أحضر بالزواج، زواج إحدى قريباتها، قال ما عندي. قالت بيع الأرض الذي عندك واشتري لي.